ذكرنا في تقرير سابق أن طرح السلاح الكيماوي على موائد الفضائيات بدأ منذ منتصف حزيران 2012. سبق ذلك تسريبات عن لقاء سري بين دبلوماسي أمريكي في دبي مع مدير قناة العربية السعودية الملكية، نتج عنه إيعاز ببدء الحديث عن كيماوي يستخدمه الجيش السوري، وظهر التنفيذ بتصميمات جرافيك بعد ذلك بأسابيع قليلة. معلومات أخرى سربت لاحقاً عن تنسيق بين مخابرات فرنسا وبريطانيا مع المعارضة المسلحة لاستخدام الهاون المزود بقذائف مورتر محشوة بالفوسفور الأبيض أو غاز السارين. في نهاية شهر آب 2012 بدأت جملة من التصريحات الرسمية تتحدث عن احتمال استخدام الجيش السوري للكيماوي، فيما كانت محطات أخبار قبل ذلك بشهرين قد جزمت بهذا. في نهاية عام 2012 ظهرت مستودعات لمواد كيماوية في سوريا مع من يهدد باستخدامها من المعارضة المسلحة. وفي آذار من العام 2013 كثير من أهالي خان العسل بحلب استيقظوا في المشفى وقد آذتهم مواد وغازات سامة. أخبار المحطات يومها تناقضت، منها ما قال إن أهل القرية لم يقصفوا بشيء أصلاً. اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا من وصفتهم بالإرهابيين بإطلاق صاروخ يحوي مواد كيميائية على خان العسل في حلب، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً. لكن ناشطين في المنطقة قالوا للجزيرة إنهم لم يلحظوا سقوط أي صاروخ فيها. ومنها ما قال إن القرية قصفت بصاروخ سكود. خمدت الهالة الإعلامية بعد ذلك لنحو شهر، ثم تواصل الاشتعال من جديد. تصريحات رسمية وأخبار متسارعة. أعلن البيت الأبيض الأمريكي في رسالة وجهها إلى الكونغرس بأن هناك أدلة على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قد استخدم أسلحة كيماوية. قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إن المخابرات الأمريكية تعتقد أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين ضد مقاتلي المعارضة. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إن النظام السوري شن هجومين كيماويين على الأقل. لا يمكننا تأكيد مصدر هذه الأسلحة، لكن نعتقد أن أي استخدام لهذه الأسلحة في سوريا سيكون بالأساس من قبل نظام الأسد. تقارير استخباراتية لم يخف تناقضها نفسه. وكالات استخبارات مختلفة تقيم بأن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية على نطاق ضيق وتحديدا غاز السارين، ثم تعود لتقول بأن لا تستطيع أن تؤكد بأن النظام السوري هو الذي استخدم مصدر هذه الأسلحة، ولكن ترجح أو تعتقد بأن المصدر هو النظام الرئيس الأسد كما جاء في هذه الرسالة. أنه وصلت الرسالة أو تقديرات المخابرات الأمريكية بأن النظام استخدم تحديدا كمان غاز السارين، ولكن يبدو أنه خلال الساعات 24 الماضية قررت الإدارة الأمريكية المضي بهذا الخيار بعد عمليا ورود أكثر من تقرير، سواء من الجانب الإسرائيلي يؤكد استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية. أبرز الأدلة والشهود والشواهد وأصدق التقارير التي اعتمدت واستند إليها كان تقرير المخابرات الإسرائيلية. تقرير الاستخبارات الإسرائيلية الذي تحدث عن استخدام النظام السوري سلاحا كيماويا أشار بشكل خاص إلى استخدام غاز السارين الذي يستهدف الأعصاب وجهاز التنفس لدى الإنسان. ذات الصور تقريبا استخدمت في نشرات الأخبار تظهر أعراض تسمم كيماوي. على الأرض يتكرر المشهد الكيميائي بحسب الناشطين. هذه دارية تلقت عدة صواريخ وقنابل تحمل غازات سامة وكيميائية ومركبات الفلور والسارين السامة حسب ما أعلنه المجلس المحلي بالمدينة. أقوى الخبراء كانوا متحدثين قدموا كضباط منشقين، ولم يعثر على تطابق في تحليلاتهم ومعلوماتهم.
الواقع أن استخدام هذا الغاز تم في سوريا لأكثر من 5 مرات. في المرة الأولى تم استخدامه في دوما منذ حوالي 3 شهور، وتم استخدامه في حرستا أيضا، وتم استخدامه في جوبر، وتم استخدامه في العتيبة، في 4 مناطق في دمشق تم استخدامه. استخدم الأسلحة المثيرة المميتة في أكثر من 13 موقع، وكان آخرها في العتيبة 3 مرات استخدم النظام المواد السامة السارين. قيل مرة إن الجيش السوري يستخدم الكيماوية ضد الشعب السوري. إن هذا النظام أمام مرأى العالم يقتل شعب ويبيد شعبا بأكمله. ومرة قيل إن أوامر صدرت لاستخدامه في خنادق وكهوف تختبئ فيها المعارضة المسلحة. نعم، أنا أعطيت أمر في معركة بصر عمود حوران في بصر الحرير. أعطيت أمر باستخدام المواد السامة في الخنادق والكهوف التي يلتجئ إليها الجيش الحر. في 6 أيار 2013 انتشر كلام يناقض كل ما فات من أخبار. لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، هذا ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. اللجنة قالت إنها لم تتوصل إلى نتائج قاطعة تثبت استخدام أي من طرفي النزاع أسلحة كيماوية. كارلا ديل بونتي كانت أعلنت أن تحليلات اللجنة الأولية التي استندت إلى شهادات أكثر من 1500 لاجئ خلصت إلى أن معارضي النظام هم من يستخدمون غاز السارين. وكانت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والمدعي العام السابق في محكمة الجنايات الدولية، كانت قالت إن مقاتلي المعارضة السورية استخدموا غاز السارين، وأضافت أنه بحسب الشهادات التي تم جمعها فإن المقاتلين استخدموا أسلحة كيميائية أخرى. نتائج التحقيقات الأخيرة جعلت قيادات في المعارضة المسلحة تعود إلى ما قبل نقطة الصفر، والدليل هو تصريحات السيد الرئيس. تبعون. لا سيما بعدما صرح به السيد الرئيس باراك أوباما زعيم أعظم قوة في العالم، ونحن نعلم ما تمتلكه من أجهزة استخبارات ومن إمكانيات ومعلومات، عندما قال أنهم لا يعلمون من الذي استخدم وكيف استخدم ومتى، فكيف توفرت للسيدة كارلا ديل بونتي هذه المعلومات بأن الجيش السوري الحر هو من يستخدم السلاح الكيميائي؟ لم تنوه المحطة إلى معنى كلامه في عدم معرفة الجهة التي استخدمت السلاح الكيماوي وفق أوباما، وهو أنه من الطبيعي أيضا عدم اتهام الجيش السوري باستخدامه، فيما كانت كثير من المحطات مع كل ضيوفها تجزم بذلك، ومنهم من استشهد بتجربة العراق وسأل ما الفرق. أريد أن أسأل المجتمع الدولي، هل هناك فرق ما بين الغاز أو الكيمياء التي استخدمت في العراق، أو ظن المجتمع الدولي أن العراق يملكها وشن حربا على العراق، والآن يريد المجتمع الدولي بعد أن أتأكد 4 مرات أن النظام استخدم هذا السلاح الآن يريد أن يتأكد مرة أخرى؟ لم تجب المحطة أن الفرق كان أن القوات الأمريكية غزت العراق فلم تجد سلاحا كيماويا، واكتشف العالم بعد ذلك أن نتائج الغزو كان نهب ثروات العراق ثم تدميره. هناك من المحللين من كان أكثر تخصصاً واطلاعاً تنبأ بأحداث قبل وقوعها. ستفرض مناطق حظر جوي وصاروخي في الشمال وفي الجنوب، ومع أول احتكاك أو تصور للنظام أنه سيخترق تلك المناطق أعتقد أنه ستخصف دمشق وتحديداً الفرقتين الرابعة والحرس الجمهوري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. دمشق انفجار ضخم جدا في القاسم.